أعداد المدرسين في ريف اللاذقية، وحيي جهود المعلمين والإداريين كافة على صبرهم لمدة عام كامل في مسير العملية التعليمية. سير العملية التعليمية في معهد أعداد المدرسين بدون راتب، جهود طبعا بذلوها خلال هذا العام، ولكن الآن نحن على مفترق طرق بسبب هذه الوقفة الاحتجاجية وعدم القدرة على الإكمال العملية التعليمية دون دعم. نحن بحاجة إلى دعم المنظمات التعليمية كافة أو الدعم من الحكومة بشكل كمان خاص.